السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. مرحبا بكم في القناة الموندو دي كريمة غلوتين فري. مرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم خبز توست اللي غادي نعمله ان شاء الله في هذا المول اللي انا لبسته بالبابي ديال الزبدة. وهذا اللي توست البنات غادي اول مرة غادي نجربه معكم بهاد الشوفان او الخرطال. كنت يعني جبتو على ود انني نشارك معكم بيسكوت، ولكن يعني كتاب انني نستعملو الخبز التوست. وان شاء الله نعمل معكم ان شاء الله وصفة اخرى بالنسبة للبيسكوت، ضروري غادي نشاركو معكم. هذا البنات يعني خديته من محل اللي كيبيع المواد البيو، يعني ما لقيتوش لا في الصيدلية ولا في السوبر اللي متعودة انني نشارك معكم الفيديوهات ديالو سوبر كوناد. غادي نحتاج بالنسبة لهاد لي طوست البنات، غادي ناخد دقيق، يعني غادي ناخد الشوفان او الخرطال. غناخد الكمية اللي انا غادي نحتاج بالنسبة لهاد المول اللي عندي. نتوما ديروا القياس اللي تحبوا. وانتم راكم كتعرفوا بان الشوفان فيه يعني فيه فوائد كثيره بالنسبه للجسم السيلياكي. وغادي نحتاج ايضا الدقيق الخالي من الجلوتين. غادي نستعمل معكم هذا الدقيق ديال الانتيغرالي، غادي ناخذ منه حتى هو كميه. المهم نشارك معكم هذه التجربه وان شاء الله نشوفوا النتيجه بالاعيوننا. المهم غادي نحتاجو ملح الطعام القليل فقط. غادي نحتاج ايضا خميره خبز. انا صبيتها في هاد القنينه يعني باش نبقى محتفظه بها طريقه جيده يسهل لي الاستعمال ديالها. غادي نضيف هنا ملعقه كبيره صافي، وغادي نخلط هاد المواد هكا يعني بدون دقيق ابيض، فقط الدقيق الاسمر. يعني ما كانش عندي عندكم البنات الدقيق الاسمر، يمكن لكم تستعملوا يعني اي دقيق، المهم يكون بدون غلوتين. بما انني لبست المول ديالي ويعني طلعت لهاد السطح حتى لهاد الدرجه، يمكن لي يعني نعمل كميه كثيره وخا يصعد لي ماشي مشكل. المهم البابي اللي انا مستعمله البنات هانتوما البنات نوريكم دابا المول عندنا، يعني عندنا فهاد القياس وانا طلعت البابي فهاد القياس. يعني الا كبر الحجم ديال لي طوست يعني عنده فيني اتساع. دابا غادي نبدا نعجن. هانتوما البنات نبدا نصب في الماء بشويه بشويه، وانا كنخلط غير بالملعقه خشبيه، ولكن ضروري غنحتاج انني نخلط باليد. مره هكا يعني عملوا وصفات ليكم ولوليداتكم السلياكيين مختلفه على انواع الخبز اللي كتكونوا دائما كتحضروا ليهم. يمكن لكم هذا الخبيز هذا ديال لي طوست انكم تعملوه في ليمول يعني فرديين. نوريكم واحد ليمول عندي الصراحه كيجيو زوينين، لا بالنسبه لميني كيك لا بالنسبه لي طوست. ان شاء الله غادي نجربهم معكم بالنسبه لي طوست. انا دابا غادي نحيد ملعقه الخشب وغادي نخلط معكم فقط باليد، حيت اليد هي اللي كتحكم باش نعرف القياس ديال الماء اللي غدا نضيف العجين ديالي. بالنسبه لليمون البنات يعني ليمون على هذا الشكل، ولكن ما يكونش محفر فحال ما هكا، يعني على شكل مول عجيب، يكون غير دائري عادي.
وتعملوا فيهم هكا الخبيزات بالنسبه لوليدات الصغار السلياكيين اللي تيمشيو المدارس، يعني تعملهم اللمجه ديالهم. صافي كنبقاو نخلطوا الخليط ديالنا على هذا الشكل، يعني كيف ما كتشوفوا راه كتحكموا باليد، يعني احسن من انكم تستعملوا الملعقه. دابا غادا نضيف زيت زيتون ملعقه كبيره صافي، وندمج هاد العناصر، ومن بعد نفرغ لي الطوس ديالي في المول. الصراحه هي راه كاينه افكار كثيره بالنسبه لهاد يعني هاد الشوفان، يعني لجميع الاستعمالات. ان شاء الله المره الماجيه في الفيديو القادم نحضر معكم يعني خبز بطريقه، يعني طريقه بصراحه تقدروا ما تكونوش شايفينها من قبل. وان شاء الله دائما نشارك معكم افكار على هذا الشكل على شكل. المهم دابا غادي نسرح هذا العجين، نمشي نغسل ايدي، ناخذ ملعقه وغدا نحاول نقاد السطح، وانا كنعمل ملعقه ديالي في الماء. بالنسبه لتخميره البنات غادي نخليه تقريبا واحد الساعه هو كيتخمر، ومن بعد نوريكم نتيجه التخمير. ناخذ القليل من الشوفان ونزينوه على هذه الطريقه. نحاولوا نضغطوا عليه باش من يطيب لينا ما يتنزعش لينا من السطح. صافي نخلي واحد الساعه يختمر لينا العجين ديالنا، ومن بعد نرجع معكم. وهو العجين كيف ما كتشوفوا ارتفع معايا. دابا غادي ندخلو ان شاء الله للفرن، وها النتيجه ديال لي طوست الشوفان، حصلنا على نتيجه رائعه يعني مباشره وهو مازال سخون. غادي نزع منه بابي ونخليه حتى يدفى معانا، من بعد غادي نقطعوه. صراحة جا الشكل ديالو رائع وصحي، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو البنات، حتى بالنسبة للشباب المتتبعين القناة. شفتوا الشكل ديالو الصراحة جا رائع، خليته حتى دفى شوية عباش ان شاء الله غادي نقطع لكم باش تشوفوا النتيجة النهائية بالأعين ديالكم. من الاحسن تاخذوا سكين يعني مسنن بهذا الشكل باش يقطع لكم لي طوست. هو راه مازال سخون البنات، شفتوا انتم الصراحه النتيجه ولا اروع. كنتمنى يعجبكم الفيديو، تعملوا اشتراك في القناه اللي مازال ما مشتركش، وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولي لايك والبارتاج مع العائلة والأصدقاء السلياكيين باش تكون إن شاء الله الإفادة أكثر. وكنشكركم بزاف من هذا المنبر على التعاليق الزوينة اللي كتخليو لي، وخليو لي اللايكات، لأن اللايكات الصراحة هما اللي كيطلعوا الفيديو. هانتوما البنات شفتوا نتيجة رائعة ما شاء الله. المهم نقول لكم بسلام عليكم، ونتلقاو في وصفة جديدة إن شاء الله من الوصفات الخالية من الجلوتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.